ميكر يعني في عملية القرار. شوف لحظة التسديدة حلوة، هوبا الهدف ياتي الان عالمي. الله عليك يا عمر، افتح يا عمر، افتح افتح يا عمر، افتح 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 يا راجل. يسجل هدف اول نادي الوحدة عن طريق تصويبة عمر خريبين، واعتقد خبطت في احد المدافعين من عمر خريبين لاحد المدافعين لمرمى الحارس احمد محمود. يتقدم العنابي، يتقدم العنابي. شوف الحكاية، شوف الحكاية. فرصة، فرصة رهيبة عجيبة غريبة لفريق نادي خرفة كان يضيعها فيليبي، فيدفع الثمن غالي لولا روعة ويقظة وعظمة الشمسي. شوف اللمسة الحلوة هنا من خليل، لفة الوسط اللي فيها مرونة وليونة وفيها عبقرية وحدوية عنابية. ياتي بالهدف الأول العنابي، العنابي عن طريق عمر، عن طريق خرايبين في المقص، في الثلاثات، في السبعات، السبعات اللي بتوصل للثمانيات. تأتي الكرة وتخبط، وفي منتهى سوء البخت لأحمد محمود على مستوى التقدير يسجل.